اه طيب انا عايز برضو اسالك في حته مهمه جدا، ان انت لو تخسر خمسه للاسف كان في جوال دمها تقيل، يعني هي اللعيبه ما كانتش مركزه ليه؟ ايه السبب اللي احنا ظهرنا بالمشهد ده في اول ماتش بالذات؟ لا يمكن لو لاحظت ان الشوط الاولاني كان الامور ماشيه انا كويس. بتكلم على الشوط الثاني. الشوط الثاني الدنيا ليه فاكين كده؟ ليه الولاد كانوا فاكين؟ فكوا اه يعني يمكن بقى ما كناش متوقعين، يمكن كان احنا المغرب في البطوله الوديه احنا كسبناها 3-1، يعني كسبنا حصل. المغرب 3-1 وعملنا اداء هايل يعني. برضو ده كان مدي احساس للعيبه ان احنا هنكسب، ان واحنا كان الامور بالنسبه لنا ممكن تكون الدنيا سهله، ما اضحكش عليك يعني. عشان كده بقول لك يعني احنا المكسب 3-1 قبل كده ده هو ده اللي كان بيدي اطمئنينه مدي شويه كده. اطمئنينه شويه هنكسب تاني. هنكسب تاني، وده مش في الكوره، ده مش صح، ده مش في الكوره، مش في صح. الكوره، مش صح، هو مش في الكوره، مش في مش الكوره لا اساسا، ما لا لا ينفعش، لا لا ما ينفعش ما خالص، تأملهاش. لا ما ينفعش. اقول لك حاجه، انا يمكن يمكن اكتر ماتش كنت قلقان فيه ليبيا، يا جدا اللي احنا كسبناه سبعه جدا. ليه؟ لان خايف ان اللعيبه تستهتر الماتش. بالظبط، اها ليبيا مش كسبانه ولا ماتش، اه زيرو نقط، ادائها الى حد ما مش احسن مش حاجه. احسن لا لا حاجه. لا لا مش احسن حاجه. انت كسبت تونس بعد ما كنت خسران، كسبت الجزائر قبليها بعد ما كنت انت خسران. خسران، انت الماتشات كلها بترجع، بتخسر بالظبط وبترجع، بتخسر بالظبط. وبترجع. فداخل المباراه دي انا قلقان، لكن بعد ما احرزنا هدف بعد 3 دقائق تقريبا، وبعدين احرزنا هدف تاني بعد حوالي 14 15 دقيقه، لا يعني ابتديت بقى اهدى اهدى واطمن جدا للمباراه. لكن قبل المباراه بعد مباراه تونس لا كنت قلقان جدا جدا جدا، لان زي ما بقول لحضرتك كده ان الكوره ملهاش كبير.